السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معكم ميدو زلف. اليوم يعني لكم هدية مني مرة حلوة. الهدية وهي عبارة على جيف أواي بطاقات شحن زين وموبايل وسوا. يعني هذه أول جيف أواي لي، يعني حتكون 10. هذه أول شي بطاقة زين، حتكون هكذا بطاقة موبايلي هكذا، يعني هذا الشكل وسوا 10. وشكرا لكم على 26 مشترك، والله 26 مشترك مرة كثيرة عليا. يعني إن شاء الله إذا وصلتوا إلى 50 مشترك حتكون بطاقات الشحن 30 ريال. وبعدها على كيف كيفكم، يعني إيش تبغوا يكون الجيف أواي، بطاقات ستور، أي شيء أنا حاضر لكم تحت أمركم. دحين هو الشيء اللي أنا كنت بقوله، السحب على الجيف أواي بعد 3 أيام من يوم نشر مقطع. هو دحين أصلا بعد شوي حنشر المقطع، يعني بعد 3 أيام من تاريخ اليوم، وهو الآن تاريخ اليوم، دقيقة خلينا نشوف التاريخ بالإنجليزي، 25 أغسطس، يعني 28 أغسطس سوف يكون السحب على الجيف أواي. وشروط الجيف أواي هي: 1، أن تكون مشترك، أن تشترك في القناة. 2، تضغط زر لايك. 3، تضغط زر فيفوريت. ودحين اللي يبغى بطاقات، مثلا اللي يبغى بطاقة شحن موبايلي يكتب في الكومنت موبايلي بس، واللي يبغى سوا يكتب سوا، واللي يبغى زين يكتب زين، لا حد يخربطني. وفي شرط اساسي انه ما حد يعيد التعليق حقه، يعني مره واحده بس. شكرا على حسن الاستماع واشكركم. لا تنسوا لايك، فيفوريت، شير، بلاك بيري، اي شيء. السلام عليكم.